هنا فعالية 6 أكتوبر كانوا بيعدوا إن مصر يوم 6 أكتوبر نصحى الصبح نلاقي الجمهورية مولعة. كان أعداد من التفجيرات وأعداد من الأحداث الإرهابية واستهداف للكمائن واستهداف للشرطة. ربنا وحده هو اللي أنقذ هذه البلد لأنها محفوظة. ربنا حافظها. إن إحنا تمكنا من إن إحنا نظبطهم فجر 6 أكتوبر. فالعناصر اللي إحنا ظبطناها ديت لا شك إنها ضربة قوية لتلك العناصر.